السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ واهلا بكم في فيديو جديد، معاكم علاء من قناة جيمون. في الفيديو ده هنكمل مع بعض على اهم الالعاب اللي ظهرت مؤخرا واهمهم، والعاب تاخد العقل وكلام كبير قوي ساعتك. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على صفحاتي في السوشيال ميديا، كل اللينكات موجودة في صندوق الوصف تحت. ويا جماعة ما تخلوش الالعاب تلهيكم عن الصلاة وذكر الله والصلاة على رسول الله، وتدعوا لاخواتنا ربنا يقويهم ويثبتهم ويرحمهم. والمقاطعة يا جماعة للمنتجات اللي بتدعم اللي ما يتسموش، ونقول يلا بينا. الألعاب اللي تم عرضها واللي هنتكلم عليها النهاردة هي اللي تم الإعلان عنها في مؤتمر إكس بوكس اللي كان جامد وقوي جدا، زي ما قلت الفيديو اللي فات، ولو ما شفتوش الفيديو في الآيفون وفي صندوق الوصف كمان تحت. خلينا نبدأ يا صاحبي. اول لعبه معانا وهي الجزء السادس من لعبه كول اوف ديوتي بلاك اوبس، واللي شكلها قوي ولكن القصه شكلها فيها خلاف كبير، وبتحكي عن فتره حكم الرئيس صدام حسين، واعتقد مش دي القصه الرئيسيه من ضمن القصص يعني، وحرب بين العراق والكويت على ما اعتقد، وطبعا ماما طالعه الملاك والمخلصه والطيبه زي ما عودونا في افلامهم والعابهم، وده باختصار. واللعبه شكلها قوي الصراحه، وفيها حركات جديده زي ممكن تنط على جنب وتضرب السلاح زي لعبة ماكس بين، وده طبعا زي ما دايما بقول بيزغللوا عيوننا عشان يحشروا أفكار وأجندات معينة. تاني لعبة معانا وهي Assassin's Creed Shadows، وعرضوا جيم بلاي مميز وقوي، واللعبة حلوة الصراحة، ولكن الإحساس اللي وصل لي إنهم خدوا شخصية جين ساكاي من Ghost of Tsushima وقسموه نصين. إزاي بقى؟ هقولك. إنه ساموراي، خدوا اسلوب قتاله وخلوا شخصية الساموراي لوحدها ويكون عنيف، واسلوب الشبح او النينجا المتخصص في التخفي والاختيالات والطعن من الظهر شخصية لوحدها، ولكن الصراحة كل شخصية من اللي شفته مطور، ده غير ان اللعبة فيها تقطيع، فمن الشكل العام اللعبة حلوة ورسومها حلوة. تالت لعبة معانا وهي الجزء الجديد لواحدة من اجمل الالعاب وهي دراجون ايج ذا فيلغارد، كانت مفاجأة لعشاق اللعبة انهم تم الاعلان عنها وعرض اسلوب لعبها وكان قوي وحماسي، ورسوم اللعب مبهر وجميل جدا، وده رفع مستوى الحماس لفوق خالص. رابع لعبة معانا وهي لعبة قاتل الشياطين دوم، وبتحمل اسم The Dark Ages. يا صاحبي اللعبة رسومها مش طبيعية، واعتقد هتاخد مستوى اللعبة لحتة تانية خالص. انت شفت السلاح اللي كان فيه جماجم ده؟ جامد صح؟ والدرع اللي معاه واللي شكله هيبقى معانا طول اللعبة ونطوره، بس الظاهر كده اللعبة هتقدم كمان افكار جديدة وقوية جدا. خامس لعبة معانا واللي مقتبسة من سلسلة افلام وهي لعبة انديانا جونز، وبتحمل اسم The Great Circle، ونزل العاب قديمة ليها، وفي بعض اللاعبين ممكن يقول ليه اللعبة من المنظور الاول او الفيرست بيرسون شوتر كانت تبقى من المنظور الثالث افضل، هقول له عشان ما يبقاش زي العاب انشارتد وتومب رايدر، والتنوع حلو واللعبة شكلها حلوة وقوية كمان، والبعض شاف ان الاعلان كان طويل ومشاهد سينمائية كتير، وعلى فكرة يعني يا جماعة يعني ده طبيعي عشان دي لعبة مقتبسة من الافلام، فلازم يورونا اشكال الممثلين والرسوم وكل الكلام ده، بس الصراحة اللعبة مبهرة جدا بصراحة وحلوة. سادس لعبة معانا وهي ريميك اللعبة الاشهر واللي ليها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، وهي لعبة ميتال جير سوليد. اللعبة يا صاحبي او الريميك شكله افضل بكتير جدا من ريميك لعبة سايلنت هيل 2، والغريب ان اللعبتين من كونامي، من اغرب الشركات الصراحة. شفنا مع بعض الرسوم واسلوب اللعب والشخصيات المحبوبة وخصوصا ذا بوس، ومن الواضح ان الريميك مخلص جدا للعبة الاصلية، وده اللي بحبه في المطورين بصراحة، زي شركة كابكوم واتكلمنا عنها قبل كده كتير.
سابع لعبة معنا وهي لعبة من المنظور الأول وأعلنوا عنها من تقريبا 2012 وهي الجزء الثاني للعبة ستالكر وبتحمل اسم هارت اوف تشيرنوبل. اللعبة زي ما قلنا من المنظور الأول وبنحارب مخلوقات غريبة ومرعبة والرسوم اللعبة قوي واللعبة الصراحة يعني تم تأجيلها كتير جدا عشان تطويرها والاستوديو واجه مشاكل كتيرة فأتمنى بعد كل السنين دي ما تطلعش زي ألعاب في الإعلان حاجة وفي وقت الإصدار حاجة تانية خالص. لو عايز تعرف قصدي شوف فيديو اوسخ العاب ممكن توسخ بها عينك هتفهم قصدي وهتلاقيه في الايفو وفي صندوق الوصف تحت كمان. تامن لعبة معانا وهي لعبة اثارت اهتمام لاعبين كتير وانا كمان وهي لعبة Perfect Dark واللي في الاعلان كان احداث المهمة بتدور في القاهرة مصر بعد سنين في المستقبل والصراحة مش عارف يعني هل احداث اللعبة بتدور في مصر ولا في بلدان تانية حول العالم مش عارف بصراحة بس اسلوب اللعب والقتال نوعا ما فكرني بلعبة Mirror Age من حيث القفز والباركور ورسوم اللعبة مبهر وقوي جدا الصراحة وهي يعني الواحد مترقبها بقوة. تاسع لعبة معانا وهي واحدة من انجح سلاسل الالعاب ومن حصريات اكس بوكس وهي Gears of War واللعبة شكلها كالعادة قوي ومبهر رغم انهم اعلنوش عن اسلوب اللعب واللي احنا عارفينه اكيد بس كنت عايز اشوف هل محسنين فيها او ضايفين اساليب جديدة ولكن اكيد هنعرف قدام. عاشر لعبة معانا واللي ليها ألعاب كتيرة وده يعتبر جزء جديد وهي لعبة فيبل وعالم اللعبة ورسومها قوي ومبهر ولكن اللي مش عاجبني نهائي شكل الشخصية اللي بنلعب بيها وهي بنت بس شكلها أقرب للشكل الرجولي وده الطبيعي من حيث الأجنتات وممكن نعمل فيديو عن التوجه ده ولكن في المجمل اللعبة حلوة وعالمها تحس إنه في حياة مش متبرمج وخلاص. وبس يا جماعة ده كان فيديو النهاردة يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم ولو بتشوفني لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد واتبعني على صفحاتي في السوشيال ميديا كل اللينكات موجودة في صندوق الوصف تحت وبشكركم يا جماعة كلكم مرة تانية كان معكم علاء من قناة جيم اون سلام عليكم.